كنت أدرس في أمريكا وتعرضت على جماعة الدعوة هناك وخرجت معهم، ولقد هدى الله بفضله ثم بفضلهم كثير من الشباب والحمد لله. عندما رجعت إلى السعودية ترددت علي بعض الشبهات عنهم كأنهم متصوفون وغير ذلك، فما رأي سماحتكم؟ هل ترني من هل ترى من بأس في الاستمرار معهم أم تركهم؟ كأنك نفس جماعة التبليغ، جماعة وسموها جماعة التبليغ، لا بأس بالتي معهم والتعاون معهم الدعوة، وإذا رأيت منهم شيئا استنكرت تنصحهم، فإن بعضهم قد يكون عنده بعض الغلطات بعض الأخطاء، لأن يعني بعضهم جهال، فإذا مشى معهم أهل العلم ووجهوا من أخطأ منهم كان هذا أنفع المسلمين، لأن هذه الجماعة نفع الله بها كثيرا وتجولت في بلدان كثيرة وبدول كثيرة حتى عمت غالب العالم، ونفع الله بها في هداية كثير من الناس. فالذين يمشون معهم ويشاركونهم ينبغي لهم أن يساعدوهم على الخير ويرغبوهم في الخير ويشجعوهم، وإذا وجدوا شيئا يستنكر نصحوهم ووجهوهم.